دائما نتصادف مع الطور الريفي، والناس هذول عندهم يعني من يقول الطور الريفي يقول لك حس واحساس، مو انه مجرد انه يؤدي اغنيه وخلاص. ما ممكن يكون مطرب ريفي اذا ما يكون عنده احساس. اهلا وسهلا بك استاذ عبود، شلونك؟ شلون صحتك؟ ايش قد صار لك تغني؟ والله استاذي صار لي من السبعينات. من السبعينات كنت اعزف كمان شوي شوي، قويت على الكمان، بعدين قويت على العود، فبعدين كنت اطلع ويا المطربين فرج وهاب، يونس العبودي، رعد الناصري، فشفت نفسي متمكن على الغنى ومن اعزف، فقلت ضابط الشغلتين. يعني ضبطت الشغله، فقلت اطلع حفلات مثلا قعدات خاصه، مثلا حضرتك خمسه سته قاعدين امسيه، قلت يعني بدل مما اعزف كمان واغني، قلت اعزف كمان، اعزف لنفسي واغني. حلو. طيب فشوي شوي طورت. حلو. بعدين صورت اغاني تلفزيون جاله 15 اغنيه ويا زميلي هادي دغول وباسم القرغولي، فاحنا ذاك يعزف كمان ويغني، هادي دغول يعزف عود ويغني. حلو. انا اعزف كمان واغني، فسوينا فرقه يعني شبه تراثيه. حلو. يديرها استاذ وليد الشرقي. حلو. طيب فبعدين شفت انا بدي هذا، بعدين نقلت البغدادي. انت منين الاصل؟ انا الاصل ابوي من الشرقي. والنعم. والنعم. طيب ايش وين داخل دياله؟ والله مو الدائره، دائره اكو دار هناك. ايه. فروح اسكن فيها. ايه. ويصير حلالك. طلعت تقاعد وطلعت. انت موظف وين؟ وزارة الصناعة. وزارة الصناعة. خير وبركة. طبعا ويانا ايضا من بين الجلسة العازف والملحن استاذ عبد الامير. اهلا وسهلا بك. نورتنا اليوم احنا في ضيفنا، وانت متبرع ومتطوع انه تساعدنا في آلتك الجميلة. الله يخليك. اشكرك اشكرك. يلا استاذ عبود شو حسمعنا؟ راح اسمعك الاطوار طبعا كلها مثل ما يقول تقنتها، البياض، الصبا، الحجاب. راح اسالك عن الاطوار، هسه اريد اول شيء الناس تسمع صوتك وتقتنع وبعدين نسولف. ان شاء الله. تفضل. هسه راح اعطيك بياض. بياض بياض. احبك ليش تدير الوجه؟ الله. احبك احبك، احبك ليش تدير الوجه عناي عناي، واتبعك لو مشيت بعيد. الله. حسبالك قلبي نام الليل الليل عناي عناي، يفكر بك الصباح وكيل مسيا. الله عليك. هذا طور البياض. الله عليك. طيب اليوم الريف شوية ابتعد عن الساحة، اليوم نشوف اكو الاغنية المدنية، الاغنية السريعة، الاغنية الراقصة هي الطاغية، لكن سابقا كنا ما نشوف حفل اذا ما يكون اكو لون ريفي، ليش ابتعدت عن الساحة؟ والله استاذ احكي لك بصراحة، احنا عشنا بالفن الصحيح بالسبعينات. صح.
من السبعينات للثمانينات، يعني بصراحة كان زميلي وأخوي وعزيزي قحطان عطار. صح. فبصراحة أنا مثل ما يقول قديم، وفرج وهاب يونس العبودي رعد، هاي إحنا ظهرنا بالتسعينات. بالتسعينات فنشوف اللون الريفي بصراحة هو أكو ناس من اللي تحبه. فهسه اللي شباب اللي سافروا للخارج من ظروف اللي صارت هنا بالعراق وهالشكل، وسهل الله ان شاء الله العراق بخير ويبقى دوم بخير ان شاء الله. فمن راحوا الاردن العمان لبنان، فاخذوا الطريقه السريعه الشبابيه. فيعني شلون نطيب المثل على حس الطبل خفن رجليه. فاحنا ذولا ما يوالمنا هذا الريف الاصيل. هذا جانب انت همين اكو شباب هم لازم تعذر، اكو شباب تريد اغنيه راقصه، تريد اغنيه سريعه، يريد يشغلها بالسياره ويرقص عليها، او ما يرقص عليها ما يصير يعني استوديو ما يسمعك ويرقص بالشارع. يوم بحفله ابو العريس شباب قاموا يرقصون وكذا، وقال لهم اخوان، قال الموسيقيين اخوان بالله اوكم، قال لهم اخوان لا تركزون، هذا المطرب نريد نسمع مفهوم كلامه شنو. صح. لان هذا يحكي عن تراب. زين ليش ما تقول انه انتم الفتره اللي مرت العصابه عن العراق انتم تخوفتوا وانسحبتوا؟ مو والله استاذ احكي لك بصراحه، اول شيء حتى الدعم قل قل، يعني قلنا احنا هسه نقابه الثمانين اتحاد الموسيقيين العراقيين، قلنا احنا نكون نفسنا. صح. احنا نكون نفسنا، وهاي الفتره الاخيره هسه اللي حضرتك لقيتنا هنا بالقشله، طبعا انضميت واخوي هاشم العبار بالرابطه، وانا واحد من بيت العبار. انا واحد من بيت العبار. انت صديق مقرب القحطان العبار. زين احنا الناس ما تحب تسمع حكي هوايه، تحب تسمع، تريد تنظف اذانها. ان شاء الله نظف لنا اذان المشاهدين ان شاء الله. استاذ خذ الحجاز صلاة بالأمير تعبناك. يما يا يما يا يما يما يا يما يا يا جروح الليالي ما لهن طبيب، جروح الليالي ما لهن طبيب، وعيش الفتى بالذيل ليس يطيب. الله. ولا طيب ولا طيب، أنا المجروح يا عالم. ولا طيب أنا المجروح يا عالم، ولا طيب لا حبهم ما يا وفعدهم. الله. ولا يا طيب أنا المجروح يا دنيا، ولا طيب لحبهم ما يا وفعدهم. الله. ولا طيب مرهم لا نفع جرحي، ولا طيب ويا مرهم لا نفع جرحي، ولا طيب ولا طيب يظل ينزف لما تدنا يا المنية. الله. أنا المنية انا الملك ضيم قلبي. الله الله عليك. طبعا يعني الصوت هذا الشجي والناس اللي تاثرت اللي خلف الكواليس واكيد المشاهدين اطربوا على هذا الصوت الشجي. احنا نريد الاغنيه الريفيه ترجع ان شاء
ترجع تاخذ مساحتها في بغداد والمحافظات والجنوب. اليوم احنا محتاجين هذه الاصوات. اليوم اني دائما اشوف من اروح للجنوب اشوف طفل صغير صوته بيحس صوته يحتاج، يعني تحس انه هذا مو صوت طفل، هذا يحتضن. اها هذا دوركم، هذا دورنا احنا، دور الرواد نحتضنهم. اها سووا روابط فنيه ريفيه، سووا نقابه ريفيه للطرب الريفي، سووا اشياء بحيث انه يترك بصمه لكم، تتركون بصمه عند استقطاب هذول الشباب الريفيين مو صعب، بس انتم يحتاج شويه تهتمون، تروحون هسه مثلا يروحون الفنانين الممثلين، يروحون للمسؤولين، يروحون مطربين للمسؤولين، يقولون لهم نريد نسوي فلان قضيه، خلي تصير اكو رابطه ريفيه تروح للمسؤولين تقول لهم افتحوا لنا قاعات، افتحوا لنا بيبانكم، لا تعطونا فلوس عمي، انطونا مكان. هسه هذا الرجل، هذا الرجل هذا هاشم طراد هنا، راح هنا للقشله اخذ مساحه سواها متحف كبير متجول، ولم بي الشباب الفنانين المبدعين، هذا شيء حلو وما اخذ فلوس من الدوله. انتم ايضا محتاجين هنا مثلا بيت الريفي العراقي، ويسوي لي بس اخذ من الدوله من وزاره الثقافه اخذ بس مكان وانتم تهتمون بي، احنا هذا اللي نريده من عندكم. انا قبل فتره ايضا التقيت بواحد من المطربين الريفيين، يعني كانت الحلقه لاقت صدى كبير لما كان هو ضيف الحلقه. الريفيه محبوبه لان اذا اصاله جذور صح، فاحنا اذا اكو ناس يعني تريد تقطع هاي الجذور بس ان شاء الله ما نخليهم يقطعون. اكيد 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 اكيد. خلي قبل ما نختم سمعنا شيء. سمعك عندنا مقام السيقاه تفرع من عند الركباني. صح الصراحه سمعك اياها. يلا هو اي السيقاه. ولا ويلا ولا ويلا 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 دورات الوقت دور ويا دورها هيات الوقت بس لا تلوحك لا يا حق وفتش حج الناعم دفين ترى بيه تمر جلم جارح يا ويلي. الله هذا الوقت ظنوا حزر ما ندري امتلنا يا حولا تمد ايدك للغير ترى كل من يدور صالحا احكي بحكي اليوم اليوم احكي بحكي اليوم اليوم بالك تحكي بالبارحة وابقى انت انت شما حجاو الله وردة محبة وفايحة ويل ويل الله عليك الله عليك. احنا طبعا قبل ما نختم نريد نسألك الناس اللي يشوفوك الآن ويريدون يتواصلون يسمعوك من خلال التواصل الاجتماعي وين يلقوك؟ والله ان شاء الله اني تواجدي وناسي احس بيها الناس تواجه بانتشله برابطه اخوي العزيز قحطان العطار، رابطه محبي قحطان العطار، محبي قحطان العطار، فان شاء الله متواصل كل جمعه واني احضر لاجل حتى اعلم ناسي واحسسهم باناني ما مكيلين الفن العصيب ان شاء
شاء الله. عاشت ايدك استاذ عبود العبودي، انا اشكرك على هاي الجلسه اللطيفه، واشكرك اللي يتابعون الفنان الريفي عبود ايضا احنا راح نشكره، اللي يتابعون الفنان عبود العبودي يوم الجمعه بالقشله في رابطه قحطان العطار. طبعا الجمهور اللي يحيط بي لمن يغني ما احكي لكم، انا افضل انتم تجون تشوفوا من خلال المتنبي ورابطه قحطان العطار. استاذ عبد الامير انا اشكرك شكرا جزيلا، ما قصرت في اناملك الجميله، وانت مبدع ايضا، وان شاء الله يكون لنا جلسه انا وياك مثل هذه الجلسه مع عبود العبودي، ان شاء الله يكون لنا جلسه وياك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا كملوا ويانا جولتنا في شارع المتنبي وبرنامجكم شارع المتنبي.